إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي ابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بفروجه، أمن والله من لجا والتجا إليه بنفسي أنفسا فيها غلت يبرد غلة منها الزلال يحق لمهجتي أسفا عليها تشق عبرتي بدم تدال فديت السبط بعده وحيدا بمهجتي اشتعال واشتغال لدى الأعداء له عين وأخرى لدى خيم له فيها عيال تعانق الأسنة والمواد والنبال بعد ماذا جرى قال وبالسهل المثلث والرمر هواء فغدت والسدر رمال هو للشبر الخبيث أليس أهان منه الصدر لما عليه رمى برجليه نعال بنفسي ميتا ما نال غسلا ولا كفنا ولا نعشا يشال براج ماله كفيه لبا دهاه لحل تكته المحال فيا لك من مصائب ما له في جميع مصائب الدنيا مثال
فلا بد ان نعرف ما هي الضوابط المهمه لكون هذه الاعمال محل رضا الله سبحانه وتعالى ومحل قبوله. فتعالوا معي لهذه المقدمه، اقول ان طاعه الله مشروطه بنيه التقرب ونيه الاخلاص. يعني شنو؟ يعني الطاعه لابد ان تكون خاليه من الرياء، خاليه من الاغراض الشخصيه، خاليه من الاغراض الاجتماعيه، خاليه من الاغراض السياسيه وما الى ذلك. يعني حاصل بها هذا الانسان التقرب الى الله سبحانه وتعالى، مو قاصد غرض شخصي. يعني اي عمل، يعني لما تجي مثلا للصوم، قبل لا تجي الى اعمال عاشوراء، انجي الى قضيه الصوم، بتجي تلاحظ بعض الاشخاص ممكن يصوم، مو لان الصوم قد فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، لا، لانه سمع بان في الصيام صحه بدنيه، قال انا ليش اسوي رجيم؟ بدل ان اسوي رجيم انا بصوم. هذا نسميه مقيم؟ واحد ممكن يترك شرب الخمر مو لان الخمر حرمه الله، لا، لانه سمع او قرأ في بعض الصحف بان ترى يا جماعه ان الخمر فيه اضرار صحيه، قال انا اتجنب لهذا الخمر. هذا ممكن ان يسميه بانه طائع ولانه مطيع. وهكذا بقيه الاعمال لابد يكون الانسان قاصد بها التقرب الى الله. اما اذا كان قاصد التقرب الى المخلوقين، رحم الله من ذكر قائم هذا اللهم صل على محمد إلى المخلوقين بإظهار الطاعة وطلب المنزلة في قلوب الناس والميل إلى إعظامهم له وتوحيدهم إياه، فهذا هو عين الرياء، وهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا هو المبطل للعبادة. يعني لما يجي هذا الإنسان يمكن يسمع أي معروف أي عمل سواء كان واجب أو مستحب، يعني ممكن يجي تشوف واحد يتبرع لجمعية خيرية، واحد يتبرع إلى حسينية، إلى مشروع خيري، كل ذلك ماذا هدفه؟ أنه يريد أن يتقرب للمخلوقين بإظهار الطاعة بأن هذا أنا الآن تبرعت. ولهذا تنسب كثير، واحد ينسب لما يجي يشوف مشكلة قائمة، ليش الجمعية الخيرية الكندية أعطت شهادة شكر وتقرير إلى المتبرع الفلاني وأنا ما أعطيته، أنا بعد من تبرع، ليش ده حطوه درع وانا اعطوه بس ورا طار؟ عزيزي يا اخي انت الى وجه الله والى هذا. اجي تشوف انه ليش، انه انا ما ليش ما يذكر اسمي؟ ليش بس اسم فلان؟ ليش فلان؟ انا بعد تبرعت له. ليش القائمة اللي نزلت مساهمين وكذا وراعين وكذا ليش ما خلوني؟ عزيزي إذا أنت قاصد بذلك التقرب إلى الله خل ما يخلوك. وش صار في الدنيا؟ أنت تريد، يعني ترى أحبائي ما كان لله فثوابه على من؟ وما كان للناس فثوابه على الناس.
إذا أنت جاي تتبرع في المشروع الفلاني أو تخطب، يعني الآن حتى في عاشوراء والآن هذه أكد خلي تكون أعمالنا من بدايتها. أنتم لستم بحاجة، كلكم إن شاء الله مخلصين وكلكم كذا، ولكن أنتم رسل للآخرين. لما تجي تشوف واحد يجي يقصد من بيته، يطلع من بيته ويروح الحسينية ويضيع وقته وكذا لأجل غرض شخصي، يقول أو والله ما رحنا الحسينية الفلانية بعد بند رفقات، بعد أنا رحت اليوم، بس المشكلة رئيس الماتم ما شاف، لازم بعض يعني أنت قاعد تضرب كارت عراية، أنت سجلتك الزهرة من زمان، إذا أنت قاصد بها التخرج سجلت وصرت في سجل المعزين للنبي وآله، للنبي في مصيبة شبيل. لا ما شاء الله، فهذا كأنما يريد الأجر للرئيس الحسينية، روح خير أجرك. ولهذا الإمام يبين لنا أن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. ضل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك، التمس الأجر ممن كنت تعمل إليها مخادع، روح ما لنا شغل يا والله أنا حسيت، والله أنا ساهمت في الحسينية، ساهمت علشان يقولون أنت مش رجال آدم، قالوا عزيز، صحيح عزيز لأن هذا حسينيتكم، لا وكان شان لا يكون تعزيتكم ضعيفة، لا روح خلنا يقولون. أنا أستغرب أن أحضر في بعض حسينيات وسير الإعلان في مقبل الصور، يلا يا جماعة بكرة احنا بنشارك في العزاء في القرية الفلانية، نلغيكم قد المسؤولية، لا يقولون ما تم ضعيف، ونلغي لقبياتكم صاخنة وأياديكم تشتغل عدل، صدوركم أريدها. يا عالي يا أخي شبيك أنت قاعد شنقول؟ هلا هلا لوجه الله، لا يكون لأجل غرض شخصي، وأن لازم نقول إحنا أهل القرية الفلانية، صدق جماعة كثيرة، وصدق إن إحنا نعزي زين، وصدق صدق صدق، هلا يقولوا الناس إيش صار؟ لو قالوا الناس شنو؟ شو استفدت؟ بخلاف لو أن أنت بينك وبين الله وحصلت على أجل الدنيا وأجل الدنيا، فإذا علينا أن نخلص عندما يحضر. أما لما يحضر هذا الإنسان علشان أنا بلتقي بالجماعة، أنا ما بروح جانا شوف، مو بس بهذا، كثير من الأعمال تجي تشوفه بادل الأموال ما شاء الله، ورايح إلى مشهد، رايح إلى الكربلاء كل بساطة، جايين نغير جو. انت يا اخي اقصد وجه الله، واقصد انك جاي الان، لان هذا زيارة ضامن الجنان، انت اللي جاي اغير جو، دخنا من هالشغل، تعبنا من هالشغل، يلا جايين نغير جو. موجود جدي ناس ولا هذا يا اخي، هذا شنو يريد بعمل؟ فقط غرض شخصي، أنا قلت لابد يكون غرضنا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا التقرب إلى المخلوقين، لا لغرض شخصي، لا لغرض اجتماعي، لا لغرض سياسي. ما إذا كان هذا أنا بروح عشان الناس يعتبرون بي، وبكرة يعتبروني ويشجعوني ويرشحوني ويسووني، لا يا روح، ترى ما بتستفيد، لا دنيا ولا إذا. ولهذا ترى هذا الإنسان تدرون إن هذا يعد في عداد المشركين، من صلى صلاة، هكذا ورد في الرواية، من صلى صلاة يراني بها فأنا قال نعم جعلت فداك سيدي، قال إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، رحم الله من أحيا أمرنا يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده وخرج من عينه مثل جناح الذبابة، غفر الله له ذنوبا ولو كان أكثر من زبد البحر. هذا الإيمان بين لنا
وترى انت مو جايب هاي المجالس جزافة، هذا اسسها اهل البيت، اسسوا اسست. يعني تقرأ في الروايات وترى كيف كان الامام الباقر، تدرون شلون الامام الباقر في ايام عاشوراء عندما يرى، عندما يهل هلال شهر محرم، يقول تصيبه الكآبة تصيبه الكآبة ويعيش حالة الحزن والأسى، ويعقد المجلس في داره. بعد شي زوري يقولون يأتي هناك من يأتي له من الشعراء وينشدونه الشعر، وحتى لو لم يأتي عنده أحد يجلس هو مع عائلته مع أهل بيته ويتذاكرون مصيبة كربلاء وما جرى في يوم كربلاء، تفارر النساء، تفارر الأطفال، صراخ الأطفال، حرق المغني مع الحسين على الرمضة، كل هذا يتذكره، نعم يتذكره، ويرتفع البكاء والنحيب يا حسين. يوم من الأيام الإمام جالس بالدار، الإمام جالس شوية بين ما هو جالس، وإذا ارتفع البكاء بينه وبين أهل بيته، وإذا بمجموعة من أعداء أهل البيت قد مروا بدار الإمام، فسمعوا البكاء بين صارخ وصارخة، طرقوا النار. خرج الإمام، ما عندكم؟ ما بالكم؟ ما بكم؟ يقولون قال لهم الإمام الباقر إن لنا طفل رضيع قد مات ونحن نبكي عليه. نعم يبكي على ذاك الرضيع، عبد الله الرضيع، وينتحب بهذا النحيب. نعم هذا الإمام الباقر. شوف الإمام الصادق أيضا شو يسوي، يقولون أيضا يجلس في داره ويعزل ويجلس، يجلس ويجعل الحمار بين الرجال والنساء، ويأتيه جمع من الشعراء وينشدونه الشعر. اسمعوا ما ورد، يقولون بينما الإمام الصادق جالس وإذا بجارية قد خرجت من خلف الستار، تدرون ما بيدها، يقولون بيدها طفل رضيع مقمط، جاءت به فوضعته بين يدي الإمام، بل في حجرة التفت الإمام وإذا به يسبق بيد على أخرى وينادي ومصيبة. نعم بعد بعد الإمام الرضا، الإمام الرضا كان يجلس ويأتيه أيضا الشعراء لعبي وينشره الشعب حتى يغشى عليه، يقولون أغنية على الإمام ثلاث مرات من قصيدة لعبل. نعم هكذا كان، ولهذا يقول الريان، يقول أنا دخلت على الإمام الرضا في اليوم الأول من شهر محرم. لكن تصور ان الشيعة يقولون يا ريان صف لنا الامام، ايش حاله فيه من هذا اليوم، ايش حاله؟ يقول دخلت على الامام وجدته محزون القلب مفجوع الفؤاد يسبق بيد على اخرى، يقول انتظرت حتى رفع رأسه ونظر إلي فسلمت عليه، ثم قال لي يا ابن شبيب أصادم أنت في هذا اليوم؟ يقول قلت لا سيدي. قال يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، من صام هذا اليوم ودعا الله بدعوة استجاب الله
دعوته كما استجاب لي زكريا. أسألكم الدعاء أحبائي أيها المؤمنون المؤمنات، عندكم شباب خلف القربان، عندكم إخوة، عندكم مجموعة من المؤمنين خلف القربان يعانون ما يعانون، عندكم مرضى، عندكم مكروبين، عندكم كثير من الذين يعيشون حالا من الكرب والحزن والألم والمرض، فلا تنسوكم من الدعاء ولا تنسوني أيضا. أحبائي، يقول هكذا كان الإمام ثم التفت إلي وذرية نبيها: بل في هذا الشهر قتلوا جدي الحسين. ثم التفت إلي وهو يضطي رأسه وهو يقول: يا ابن شبيب. يلا خلك ويا الإمام، خلك ويا الإمام يا شيعي، تصور الإمام في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الوقت: يا ابن شبيب، في هذا الشهر قتل جدي الحسين عطشانا، هو ذبح كما يذبح الشاه. رجالات الحسين في هذا الشهر ذبحت أطفال الحسين، في هذا الشهر صعد الشيخ على صدر جدي الحسين وهرر أرناجه أين المنادي وحسينا. التفت بقلب محزون وفؤاد مفجوع واخذ يذكر ما جرى. هكذا كان حال الامام، وخصوصا عندما يقرب شهر محرم الحرام، عندما يقرب هلال هذا الشهر. هذا حال الائمه، وهكذا حال فاطمه الحسين في مثل هاي الليله، لما ان تتوجه الى نحو السماء وتنظر الى الهلال واذا به متغير اللون، تلتفت إلى عمها ابن الحنفية تنادي: عم انظر لهذا الهلال قد تغير لونه. كأديب ابن الحنفية يسبق بيد على أخرى وينادي: ومصيبة إلا وهلت شهور 11 أرمحت سماء Hey.